إذا عبالك تبهري ضيوفك على الصبحية ما قالك إلا تعمل وصفة الكرواسون اللي حخبرك عنها هلأ، بتطلع معك سوبر رائعة كأنكن جايبينهم من المحل. اسمعوا معي صوت هالقرشة وتطلعوا من جوا ما أحلاهم. بس قبل ما نبلش ما تنسوا اللايك والشير والكومنت الحلوة يلي مثلكن. أول شي منخلط المي والحليب والزيت ومنضيف عليهم بيض ومنخلطهم كتير منيح، منرجع منضيف السكر والخميرة وكمان منخلط، وبعدين حنضيف الطحين، وأهم شي ما تنسوا رشة الملح، أنا نسيت ما تبين عندي هون بالفيديو. هي العجينة مننقسمها لست قطع ونتركها ترتاح لمدة ساعة، وبعد هيدي الساعة منمد كل عجينة ومنحط عليها الزبدة بدرجة حرارة الغرفة أكيد، ومنصير نحط هالطبقات فوق بعضهم وبين كل طبقة وطبقة عم نحط الزبدة. وهيدي العجينة لما تكون هيك مديناها مندخلها على البراد حوالي ساعة، وبعد الساعة منصير منمدها مثل ما هلأ عم تشوفوا بالفيديو قدامكن على شكل دائرة كبيرة، وكل ما دخلتوها على البراد أكتر كل ما بتسهل عليكن البروسس. فإذا عندكن وقت دخلوها على البراد أكتر من ساعة بتصير أسهل لما بدكن تلفوها. بعد ما نكون قطعناها منحط الحشوة يلي بدنا إياها ومنلفها على شكل الكرواسون ومندهنها أكيد بالبيض، ومنرجع مندخلها على فرن محميينه على 180 من فوق ومن تحت مع المروحة، أو حتى بس من تحت وبعدين مندور عليها من فوق. وجربوا هالوصفة، بعتولي الصور وصحتين.